يعني برضو القلعة البيضاء يعني وجماهير نادي الزمالك منتظرة يحصل استقرار في النادي. وانا جات لي معلومة انه حصل زي ما تقول تطور في علاقتك مع إدارة نادي الزمالك النهاردة تحديدا يعني، وحصل ما بينكم اتصال بشكل او باخر، يا ريت ناخد خبر منك كابتن احمد. لا هو ما أنا يعني مبدئيا طبعا انا ما عنديش معتز مشاكل مع اداره نادي الزمالك، انا عندي مشكله طبعا تعرف مع رئيس نادي الزمالك فقط لا غير، انما الاداره ما عنديش اي مشكله مع حد خالص. يمكن هو اللي حصل طبعا انا ليا مستحقات، انا مش حابب طبعا ان انا اتكلم عن الموضوع ده خالص، ليا مستحقات في نادي الزمالك، ده مش جاي النهارده عشان ده خالص. انما يمكن حصل اتصال هاتفي بيني وبين احد اعضاء مجلس الاداره احمد مرتضى منصور امبارح، وبيسالني على المدير الفني الجديد البلجيكي المفروض النادي الزمالك بتتفاوض معاه، وهو كان المدير الفني بتاعي اللي هو فرانك فانكوتر. فبالتالي احمد لما كلمني امبارح وسالني اديت له تفاصيل كامله عن المدرب وعن المدير الفني، ايه الحاجات اللي هو بيتميز بيها، ايه الصعوبات اللي هو ممكن يواجهها معاه. هو شخصية طبعا يعني انا حتى دايما دي طبيعتي وانت عارف ان انا بفصل تماما ما بين المشاكل وما بين بعضيها. الناس لجأوا لي بيسألوني لان انا تعاملت مع راجل على مدار سنتين في بلجيكا، فبالتالي كان مهم ان هم يعني او هم لما لجأوا ان هم ياخدوا رأيي، فبالتالي اديت لهم رأيي تماما عن الراجل. ولكن انت قلت جملة مهمة، اي مكان بينجح بالاستقرار. فعشان نادي الزمالك ينجح سواء مع فرانكي او سواء مع اي مدير فني نادي الزمالك هيجيبه لازم يكون فيه الاستقرار ده يكون موجود. طبعا الراجل عنده مميزات كبيره جدا، شخصيه قويه، بيعتمد على النواحي البدنيه، امور فنيه كتير جيده. اتعاملت معاه في انهي مرحله بالظبط؟ المرحله اللي انا كنت بلعب في اندرلخت البلجيكي، هو كان المدير الفني بتاعي في بلجيكا. كان المدير الفني يعني كان في علاقه قوية جدا يعني جدا جدا. وهو على فكرة يمكن أثنى عليا بشكل كبير لما جه هنا، وهو راجل كان في علاقة بيني وبينه يمكن حتى طول الوقت، رغم إن كان في بعض المشادات كده في البداية بسبب صيام رمضان، وبعد كده أنا صليت على الصيام، وهو يعني راجل خلاص اقتنع يعني، وحاول طبعا إن أنا ما أصومش أيام رمضان، وأنا أصليت على موقفي، وفي الآخر اتحلت. كان خايف إن الموضوع يأثر على الأداء طبعا. يعني هو عشان هو راجل بطبيعته اوروبي، فانت عارف يمكن شويه ما بيبقوش فاهمين الموضوع شويه بالظبط، والناحيه السيكولوجيه عندنا احنا طبعا بتبقى صعبه. يعني انا الحمد لله انا ما عملتهاش في تاريخ مسيرتي الكرويه ان انا اي ماتش ايا كان سواء مع المنتخب سواء مع كل الانديه اللي لعبت ليها ان انا افطر في رمضان. هو كان مصر لان احنا كنا بنلعب ماتشات كانت الساعه 8 وده وقت الفطار بالظبط، وكان وقتها في بلجيكا، فبالتالي كان يبقى صعب انك انت بتصوم عدد ساعات طويل جدا. فكان بيجي يقول لي طب يوم الماتش افطر، قلت له الموضوع ده موضوع مقفول ما فيهوش اي فصال ما فيهوش اي نقاش. فحصل طبعا يعني ثبت على موقفي، ووقتها يمكن الصحف البلجيكيه هجمتني شويه ان انا المفروض لعيب محترف، والمفروض ان انا وانا في الاخر طلعت قلت ان دي امور دينيه، وان دي امورنا الدينيه وده فرض علينا وانا مش هقبل ده. والحمد لله يمكن هو تقبل، يمكن هو قعدني ماتش كنا بنلعب في الشامبيونز ليج ضد الميلان، وقعدني الماتش ده احتياطي. وبعديها انا نزلت الحمد لله اديت بشكل كويس، كمان احرزت اهداف كتير في رمضان انا فاكر في السنه دي. وانت في الصيام وانا في الصيام، لا انا صليت على موقفي، هو في الاخر تقبل الوضع، يعني هو تقبل الوضع في النهايه. تمام. وقبل الموضوع لاني حس اني انا على حق.